كتجي صراحة رائعة رائعة، كتجي هشيشة من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي هكا من الداخل رائعة ولذيذة بمذاق الزهر اللي درنا في السيرو، فكتجي بواحد المذاق معتبر صراحة هائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة لبنى ماهر، مرحبا بكم في القناة على فيديو جديد. إن شاء الله فيديو اليوم خاص بهاد البسبوسات الفرديين اللي كيجيو أكثر من رائعين منظر ومذاق ولا أروع. نتمنى إن شاء الله هاد الفيديو هذا توصلوا لأكبر عدد من اللايكات، بارتاجيو مع الأهل والأصدقاء ديالكم. نخليكم ما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاج لهاد الوصفة ان شاء الله، عندي هنايا زوج الحبات ديال البيض وكتشوفوا معايا كاملين، عندي كاس ديال السكر سنيدة او السكر حبيبات مع مرش على هاد الشكل هذا، عندي كاس نفس العبار ديال الزيت النباتية، كذلك نفس العبار ديال الحليب، وعندي هنا زوج ديال الكؤوس عامرين ماشي بحال السكر والزيت والحليب، فهما عامرين كما كتشوفوا معايا، ديال السميد ناعم او السميدة رقيقة على هذا الشكل هذا، فالسميد دائما على حسب النوع ممكن اننا نستعمله اكثر او لا اقل شوية. عندي هنا زوج المعالق كبار ديال الياغورت طبيعي او لا ممكن تاخذوا الياغورت اللي من السم فانيلا، ممكن انكم كذلك تديروا الكاس كامل ديال 125 غرام. عندي هنايا كيس ديال سكر الفانيلا من وزن 8 غرام، وعندي كذلك كيس ديال خميرة الحلويات او بيكنج باودر من وزن 15 غرام، عندي قبيصة ديال الملح. غادي ندوز ان شاء الله للطريقة. بعد ما وضعنا زوج حبات ديال البيض غادي نضيف عليهم سكر سنيدة، قبيصة ديال الملح، كذلك كيس الفانيلا، وغادي ندوز باش غادي نخلط الكل مزيان. بعد ما خلطنا هذا الخليط كيف ما كتشوفوا معايا كيولي هكا متساجم، نضيف عليه الزيت دائما مع الاستمرارية في التحريك. هنا الخليط عندنا ولا على شكل كريمة كيف ما كتشوفوا معايا، فهنايا غادي نضيف الياغورت، كذلك غادي نضيف الحليب، وغادي نخلط الكل، وغادي نبدا نضيف السميد شويه بشويه. غادي نضيف الكاس الاول مع التحريك، وغادي نبدا نضيف الكاس الثاني شويه بشويه، لان دائما ما نحكموش على الدقيق الابيض او السميد، فدائما يعني هاد الانواع هادو كيكونوا على حساب النوعيه كيفاش دايره. انايا جبت واحد نص كاس اخر ديال السميد، وغادي نبدا نضيف شويه بشويه هكا معلقه بمعلقه، وانا كنخلط حتى نوصل لهذاك القوام اللي انا بغيت، كيكون شويه ما ثقيلش بزاف وكذلك ما خفيفش بزاف. غادي نزيد واحد تقريبا معلقه اخرى، وغادي نضيف الكيس ديال الخميره، نخلط الكل، كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الخليط اللي احنا محتاجين. فبالنسبه للكاس كيف ما كتشوفوا معايا تقريبا زدت واحد زوج ديال المعالق، ممكن الا عمرتوا الكيسان ديال السميده اللي انا عطيتكم يعني وتعمروهم حتى الفوق كنظن ما غاديش تحتاجوا تزيدوا. انا خليت الخليط هكا كيرتاح بالماء هكا يندهن هاد الليمون هادو الفرديين اللي غادي ندير فيهم البسبوسه كيف ما كتشوفوا معايا، انا جبت هاد الشكل هذا،
فغادي ندهنهم هكايا بشويه ديال الزبده ونرشهم بشويه ديال السميد بنفس النوعيه ديال السميده اللي خلطت بها. صافي كما كتشوفوا هنايا بعد ما ساليت هاد الوحدات فكنحاول انني نخلط هاد الخليط من جديد كما كتشوفوا معايا تيجي بحال الكيك. كنبداو هكا نفرغ في الخليط وما كنعمروش هكا المول كامل باش نخليه لان غادي يزيد يعني يضاعف واحد شويه الحجم ديالو. فنخليه هكا واحد المكان فين هكا يزيد يطلع صافي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. غادي نكمل جميع الوحدات بنفس الطريقه صافي وغادي ندوز باش غادي ندخلهم الفران اللي كنسخن فيه على 180 درجه حتى يطيبوا يبانوا لينا بداو كيتحمروا من الفوق ومن الجوانب وغادي نخرجهم ان شاء الله باش غادي ندوزوا للتزيين. بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقي به هنايا فانا عندي هذا السيرو هذا المعتمد كيف ما كتشوفوا معايا دائما كنقدموا معكم بزاف ديال الوصفات منهم الكنافه اللي كنخدم به بزاف الكنافه هنايا. بالنسبه للمكونات غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. بالنسبه للمكونات اللي خدمت بها فدرت 3 ديال الكؤوس ديال السنيده اولا السكر حبيبات، درت 2 ديال الكؤوس ديال الماء، 2 المعالق كبار ديال عصير الحامض اولا عصير ليمون الحامض، ودرت معلقه واحده ديال ماء الزهر. صافي غادي ندوز باش غادي نخليه يبرد تماما. بالنسبه للبسبوسات بعد ما خرجتهم من الفرن مباشره كندوزو باش كنسقيهم. بالنسبه للستيرو فانا خليته طاب واحد 8 دقائق فوق النار متوسطه كنخليه حتى كيبرد تماما، والبسبوسه كتكون عندنا سخونه وكنسقيوها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للستيرو اولا الكميه اللي كديروا في الوحدات دائما كتبقى على حساب كل واحد شنو كيفضل، واش تكون شويه حلوه ولا متوسطه. فانا غادي نديرها هكا شويه متوسطه، غادي نخليها حتى تبرد تماما ونقلبوها في طبق اللي غادي نحطو فيه اولا غادي نقدمو فيه البسبوسه ديالنا وغادي نزينوها مع بعض ان شاء الله. انا بالنسبه للبسبوسات بعد ما بردوا تماما وشربوا هذاك السيرو كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو محمرين مذهبين. بالنسبه للخليط فانا عطاني 12 وحده بهذا الشكل هذا، ممكن يعطيكم حتى 13 لان جاوني شويه عامرين. هنا بالنسبه للتزيين فانا خديت شويه ديال الكوك من الحجم الغليظ هكا على هذا الشكل تيجي زوين مزيان. هنايا شويه ديال الكاوكاو محمر ومهرمش على هذا الشكل، فالتزيين كيبقى اختياري لهذا ما قدمتوش مع المقادير. غادي ندوزو باش غادي نزينو الوحدات ديالنا كما تشوفوا معايا. فبالنسبه هنايا كتجيو لهاد الجناب كتبقاو تقيسوهم شويه الا ما بغاوش يحيدوا في حاله الا ما بغاوش يحيدوا، وراهم كينزلوا هكا بسهوله كيف ما شفتوا معايا كيجيو محمرين مذهبين. بالنسبه للتزيين كيف ما كتشوفوا معايا كيجي واحد التزيين اللي هو رائع. كناخذوا هكا كويس صغير، ممكن ديروا القاعده ديالو اللي هي اصغر اولا الفم ديالو تيكون شويه اكبر على حسب النوع باش نتوما غادي تخدموا وكيفاش نتوما بغيتو التزيين يكون. فهنايا غادي نبدا نوزع شويه ديال الكوك من الجوانب بهذه الطريقه هذه خدمت بها البسبوسه بالحجم الكبير اللي منسمى بالبرتقال عصير البرتقال كذلك. غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. صافي هنا كنجيبو لهذا الشكل كنحيدو الكاس كيجينا واحد الديكور زوين وكنوضعو شويه ديال الكاوكاو هنا اللي كنوزعوه كذلك على الوجه فكيجينا تزين بهذه الطريقه هذه رائع. غادي نقدمها في طبق التقديم بعد ما نكمل الوحدات كاملين نطلعها ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما سالينا التزيين ديال هاد البسبوسات الفرديين فكيجيو معتبرين بهذه الطريقه هذه، كيجيو راقيين في المنظر ديالهم ولو التزيين راه بسيط جدا ولكن كيعطينا واحد الرونق واحد الجماليه لهاد البسبوسات هادو. فكيجيو معتبرين مذهبين معلكين من الداخل ولذات طريقه سهله وبسيطه كيف ما شفتوا معايا وكنوجدوهم بسرعه. فنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذا توصلوا لاكبر عدد من اللايكات، بارطاجيوه وتشاركوه مع الاهل والاحباب ديالكم
والأصدقاء كذلك. فشكرا لكم على المتابعة ديالكم، شكرا الناس دائما اللي كتخلي لي التعاليق الطيبة واللي كتشجعني دائما. إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة وعجبكم محتوى، نتمنى إن شاء الله أنكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد للقناة. بحول الله أستودعكم الله إلى وصفة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.